كاش واه شري بابا ورجو مكان واه شنو هذا كان كذا صافي تم تأجيل هذه المباراة لأسباب متعلقة بالكوفيد 19 وين هذه أسباب إدارية إن شاء الله بإذن الله كان لجنة مختصة هي اللي تقرر في هذه المقابلة تاع اليوم. إحنا الحمد لله كنا محضرين لهذه المقابلة مثل باقي المقابلات قدر الله ما شاء فعل. الثواني الأخيرة عرفنا باللي الفريق راه جاي بالفريق الرديف ولكن رغم هذا الشيء يعني حاولنا باش خلوا اللاعبين مركزين على المباراة ولكن في آخر المطاف عرفنا باللي المباراة تأجلت نظن بسبب غياب البسير تاع اللاعبين تاع أولمبي أرزيو. نظن هذه مبروك علينا 3 نقاط.